الجواب هي عملت لي صاحبي عمل لي رانديفو كلمني البارح قال لي 3:30 اليوم جيت هنا توا قاعدين هنا في قاعدة الانتظار مش نستنوا ثقة في ربي وفي التلقيح ثقة في الله ساعة هي الأولانية ومن بعد التلقيح خاطر برشا الناس غالطة راهو مش فاهمة بالعكس لا هاونا بون الواحد يا اخو حذروا هذاك هو اما والله يوم شوف لي باكسا هذوما تو مادام هما جاوا الا وافقوا على خذوا معناها تاشيره من منظمه الصحه العالميه هما تربين دونك الكل معناها ما خرجوا ما خذوا التاشيره هذه اللي هما صالحين معناها للاستعمال لا مش متخوف خاطر هذه عباد في صلاح انا في عائله عندي طلبه وعندي بناتي وواحد يلزم انا من ناحيتي نلقح وهم يتفاداوا ديما نوصيهم باش يتجنبوا الحلقات وكل الواحد ان شاء الله ربي يستر. فما ديبا سالوا طبيبه من منظومه قال لها الناس تتشكى انكم تبعثون قبل من نهار تقولوا يجوا غدوه لقحوا فهمني قلت لا جميع احنا كل واحد نبعثوا له قبل 4-5 ايام قبل الجمعه انا حابين نستشهد بوضعيتي انا اليوم بعثوا لي نص نهار واربع دقائق اجا لقح ماضي ساعتين تاريخ 24 اليوم وعندي هذا الميساج نجم نستظهر فيه اذا كنت تحب معناها تشوف رفع الالتباس باش ما يبداش ديما المواطن هو اللي غلط تفهم فيها.